ندوزو الوصفة اخرى. ايه هنا غادي ندير واحد لي كيك هما دي موفان بالشوكو اورانج. ايه بالنسبه لهاد لي موفان يمكن السيدات دابا ولاو كيتباعوا دي كيسات اللي هما راقيين بالالوان جميله نديرهم فيهم يجيو انديفيديوال وكذلك يمكن لي نديو معايا عند شي حد الا انا غدا عنده في العشيه ما نجيش بيدي خاوين. كنحتاجو ثلاثه د البيضات 100 غرام ديال السنيده 100 غرام ديال الزبده 100 غرام ديال بودره اللوز 150 غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال حبيبات الشوكولاتة من النوع الجيد راه هي كتعرف الصغر ديال الحجم ديالها. كنحتاجو كذلك خميره وحده ديال الحلوى واحد ياغورت قشره ديال ليمونه وحده يعني لوزاز ديال الاورانج وحده. هادو هما المقادير اللي عندنا باش كنخدمو هاد لي ميفان. بالنسبه للطريقه ديالتنا كناخدو البيض كنطلعوه مزيان مع 100 غرام ديال السنيده كناخدو البودره ديالتنا ديال الدقيق مع البودره ديال اللوز وكنخلطوهم مع بعضياتهم مع الخميره الحلوه. دائما كنخلط النواشف كلهم مع بعضهم. بعد ما طربنا البيض مع السنيده كنضيفو ليه الياغورت اللي عندنا القشره داك لوزاز ديال الليمونه من بعد كنضيف النواشف اللي عندي بشويه بشويه بديك الطريقه الفنيه اللي قلنا حتى كندخل داك النواشف كلهم لداك لاباغاي اللي ديال البيض والسنيده. اييه من بعد كنضيف لهم الزبده هي اخر حاجه. انا كنقول هنا بالكيك اللي كيكون كيتخدم بالزبده الفرق بينه وبين الكيك اللي كيتخدم بالزيت بان الزيت كنضيفه في الاول ملي كنخدموا داك البيض مع السنيده عكس الزبده. دائما الكيك اللي كيكون فيها الزبده كنضيف الزبده هي اخر حاجه. والسبب هنا بان الزيت ملي كنضيفوه بالعكس كيزيد ليا داك الكيك ديالي يعني ما كيشربش ليا داك الخليط ديال النواشف عكس الزبده. الزبده لانها كتكون مذوبه يفوا كنضيفها لشي خليط هي بحال كتجمع راسها ما كتشربش ليا داك الخليط ديال الدقيق اللي عندي. هذا هو الفرق بيناتهم. اذا الزبده دائما خليوها زبده مذوبه في المرحله الاخرى. اي اختي سناء كيبقى لي لي بيبي دو شوكولا هما الاخيرين اللي كنضيفهم لهذيك لاباغاي ديالتنا ديال الكيك وتنعمر لي كيسات ديالي ثلاثه ديال لي كار ديالي يعني كنخلي واحد النسبه باش كيطلع لي الكيك ديالي وكندخلهم لوفوغ اللي ديجا حنا سخناه على درجه حراره 180 وماذا بيا العيالات يشعلوا الفران هي لتحت تقريبا واحد المده ديال 8 10 دقائق الاولى على ما كيطلع لي داك الكيك باش كيلقى فين كيتفرقع وكيجي زوين من الفوق ديالو حيت الفران ملي كنشعلوه الفوق والتحت بالنسبه للكيك بحال كيبدا كيطيب لي الواجهه الفوقانيه وما كيخليهاش فين كتطلع تنفس. هذا هو. بعد ما كيتحمر لي لي كيك ديالي هاد لي ميفان كنخرجهم كنخليهم حتى كيبردوا وكنسبودري عليهم واحد شويش ديال السك خناج باش كيعتمد الدرس باش كيعتمد الدرس زوين وكنقدمهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يخليك عليا حبيبي. تبارك الله عليك.